لا يجوز الرقص، الرقص ما عندهم يصلح اطلاقا، لان الرقص يعني فيه كشف العورات معروف، قد تقول بين النساء ولو بين النساء سيء جدا حقيقه. يعني الرقص كيدل على مخ ما كاينش يعني بكل صراحه، شيء لا طلاق. هذا كاين الرقص ديال القلوب نتعلموه حقيقه، يعني الفرح بالله سبحانه وتعالى، الفرح يعني بالاشياء كيجعل الانسان يعني القلب ديالو عنده واحد الغبطه كبيره جدا، ولكن البدن فيه سكينه ثبات، لان الرقص ديال البدن كله حركات سيئه جدا بكل صراحه، معروف معروف بالضبط شنو كيوقع ولو بين النساء سيئ.